بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، فعلا اليوم نحن أمام وضع صعب في مدينة سليانة، نظرا لأنه ثم مؤسسة تشغل في 3000 شخص قامت اليوم بغلق أبوابها نظرا لوضع معين موجود، واليوم العمال متاع الشركة هذه يحتجوا على قرار تعسفي بنقل عدد من مواطن الشغل من المؤسسة الموجودة في سليانة إلى مؤسسات أخرى، ونعرفوا تأثيره على وضعية العمل. وإحنا هنا نلفت الانتباه إلى ضرورة تدخل الحكومة العاجل. إحنا مع الاستثمار في الجهات الداخلية، ومع أن المستثمرين يجيوا لجهاتنا، ولكن أيضا مع احترام حقوق العمال في جهة سليانة، لأنه غياب المؤسسات التنموية وغياب المؤسسات الصناعية ما يلزمش يخلي شكون اللي عنده المونوبول واللي عنده الاحتكار يستغل الناس في ظروف سيئة ويستغل ظروفهم سأتوجه لكم بطلب باسم أهالي سليانة، أنه غدوة كيجي سيد رئيس الحكومة لمناقشة قانون الميزانية، أنه خص وقت للقاء بين السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين مع نواب جهة سليانة لمناقشة هذه القضية وإيجاد حل عاجل لهذه النقطة، وشكرا.